مساء الخير على كل من يتابعنا من شاشة يو تي في. حلقة جديدة من هاتريك نبدأها بأبرز العناوين. الشرطة يودع دوري أبطال آسيا بعد فوز الاستقلال الإيراني على الأهلي السعودي بثلاثية نظيفة. إدارة النجف تفتح النار على إدارة نفط الوسط بسبب التعاقد مع كرار جاسم وتؤكد تجاوزتم على المواثيق والروح الرياضية. الزوراء يبدأ وتيرة تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد وكل الطموحات تتجه للمنافسة على اللقب. الليلة في هاتريك حرب الملفات بين التطبيعية واتحاد الكرة السابق بدأت، كل الملفات حول هذه القضية مع ضيفي البرنامج فالح موسى وعمار ساطع. إذن كانت هذه أبرز عناوين هاتريك لهذا اليوم. خلنا نبدأ بالبداية مع سؤال البرنامج: هل تؤيد عودة أعضاء اتحاد الكرة السابق والترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة؟ الإجابة بنعم أم لا على صفحة البرنامج، بالإضافة إلى أنه ترسلون مقطع لمدة 30 ثانية بفقرة الرأي رأيك اللي راح يتم عرضها أثناء سير البرنامج. كيف تنظرون لفترة عمل اتحاد الكرة السابق وما هي الإيجابيات والسلبيات فيه؟ إذن هذه هي أبرز السؤال وأيضا فقرة الرأي رأيك. خل أبدأ مع خبر أنه فريق الشرطة اليوم طبعا ودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بعد أن فاز فريق الاستقلال الإيراني على فريق الأهلي السعودي بثلاثة أهداف نظيفة، بعد أن طبعا فريق الشرطة قدم مستويات مشرفة جدا في هذه البطولة رغم أنه ما كان مستعد جدا، يعني مستعد، وأيضا كان هناك راحة سلبية بالنسبة لجميع اللاعبين من خلال أنه 5 أو 6 أشهر كانوا غايبين عن التدريبات وخوض المباريات الرسمية وحتى الودية. خاضوا فقط معسكر تدريبي 14 يوم في مصر ومن ثم دخلوا مباشرة إلى البطولة. لو إدارة الشرطة وفرت محترفين اثنين على أقل تقدير للكادر التدريبي وللفريق كان شفنا اليوم فريق الشرطة واصل إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة، بالإضافة إلى أنه اليوم الاتحاد الآسيوي قرر حرمان أو إبعاد فريق الهلال السعودي اللي هو بطل النسخة الماضية من المنافسة بسبب عدم اكتماله طبعا لقائمة لاعبي اللي نص عليها أو نصت عليها لوائح الاتحاد الآسيوي بأنه تكون على أقل تقدير 13 لاعب، هو اليوم كان حاضر بعدد قليل وكان هناك إصابات كثيرة وإصابات بالجملة في صفوف فريقه. حرب البيانات اليوم اشتعلت من جديد بين إدارتي النفط أو نفط الوسط وإدارة النجف بسبب التعاقد مع لاعب منتخبنا الوطني السابق واللاعب الدولي السابق كرار جاسم. كرار كان في وقت سابق حسب تصريح إدارة نادي النجف بأنه جلس مع الإدارة واتفق على كل الأمور المالية وطلب من الإدارة أيضا أنه طبعا تقديم اعتذار رسمي من قبل الجماهير اللي أساءت إلى كرار عندما كان يلعب في النجف. كان هذا شرط من شروط كرار جاسم حسب البيان وحسب تصريح الإدارة. إدارة نفط الوسط طبعا هناك تدخل بالنسبة لبعض اللاعبين الدوليين السابقين، بعض المدربين السابقين، بعض رؤساء الأندية لتهدئة الأمور، من ضمنهم الكابتن ناجي حمود رئيس نادي الكوفة اللي تدخل لحل هذا الموضوع لكون الناديين هم من محافظة واحدة، هم من محافظة النجف. كابتن ناجي حمود أيضا تدخل لحل هذا الموضوع، وأيضا إدارة النجف كان بيانها ربما قاسي جدا في ظل هذا الوضع الآن اللي بين إدارة النفط الوسط وبين إدارة نادي النجف. طبعا للحديث أكثر ينضم معي مباشرة الآن عبر الهاتف رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الدكتور رضوان الكندي. أهلا وسهلا بك دكتور في برنامج هاتريك. بداية ربما كان البيان شديد اللهجة وقاسي نوعا ما من قبل إدارة نادي النجف حول التعاقد مع كرار جاسم. حياك الله أخي العزيز، مساء الخير وعليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا
طبعا بالتأكيد الهيئة الإدارية لنادي النجف يكون لها ردة فعل بما حدث بصراحة من تصرف يعني قد أقول غير مقبول من الأخوة الأعزاء في إدارة نادي نفط الوسط. الموضوع الذي حصل وتقريبا عرجت على معظم تفاصيله جنابك. اللاعب كرار جاسم هناك اتصال حصل من قبل اللاعب نفسه مع نائب رئيس الهيئة الإدارية الدكتور عباس قبل 3 أيام بوجود رغبة للاعب بالانضمام إلى نادي النجف. وطبعا كنا مرحبين بهذا القرار وبهذه الرغبة للاعب كرار جاسم. وحدث لقاء مع الأخ كرار جاسم من قبل الهيئة الإدارية، نائب رئيس الهيئة، الإخوان أعضاء الهيئة الإدارية، وتم الاتفاق على معظم تفاصيل العقد، المبلغ الذي طلبه، وصار رأي للهيئة الإدارية بمبلغ آخر، وحصل الاتفاق بشكل كامل تقريبا. يوم أمس بالليل كان لقاء في بيتي مع الأخ كرار جاسم وأعضاء الهيئة الإدارية، وكانت هناك رغبة وطلب من الأخ كرار باعتذار بعض من الجمهور الذي تجاوز على كرار بسبب تصريحاته في أحد القنوات الفضائية وتجاوز على بعض المشجعين من جمهور نادي النجف. وأيضا أعطينا تعهد بأن يكون هناك اعتذار وهناك تسوية لهذه الخلافات التي قد تكون بسيطة جدا، يعني خلافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلام من هنا كلام من هناك، وهذا موضوع أعتبره موضوع بسيط. وصراحة أيضا يعني تم الاتفاق تقريبا، ولكن كان شرط الوحيد للأخ كرار جاسم أنه يكون غدا الاعتذار من قبل هؤلاء وأنا حاضر لتوقيع العقد، وكنا جاهزين أيضا لتوقيع العقد في ليلة أمس في بيتي، ولكن طلب من عند كرار أنه يتأخر التوقيع إلى يوم غد اللي هو اليوم لغرض تسوية هذه الخلافات البسيطة. دكتور تسمعني دكتور؟ بس خل اوضح لك نقطه. انت صرحت في حتى لا يعني الوقت قليل عندي، لكن انت صرحت في موقع صدى الكره العراقيه للاخ سامر الشبلي بانه يعني هذا الموضوع، موضوع التعاقد مع كرار جاسم، كنا احنا ناويين نتعاقد وياه، وايضا هو كان خارج اسوار النادي لمده شهر. ليش الان بالتحديد هذا تم التعاقد معه؟ أنا قلت لحضرتك كان اتصال من قبل اللاعب نفسه. نفس اللاعب من قبل. نعم، من قبل اللاعب كرار جاسم مع نائب رئيس الهيئة الإدارية الدكتور عباس، ورحبنا بانضمامه للنادي وأعطيناه تعهدات بتوفير كل ما يحتاج، وحتى يعني تم الاتفاق على موضوع قيمة العقد وكيفية إعطاء العقد كدفعة أولى والأشهر الباقية على شكل رواتب. يعني أمضينا بتفاصيل كاملة مع الأخ كرار جاسم. نفاجأ صباح هذا اليوم أنه يوقع عقد مع نادي نفط الوسط. طيب. أنا أسأل سؤالين. السؤال الأول للأخوة الأعزاء في نادي نفط الوسط، أين كانوا خلال هذه الفترة من كرار جاسم؟ طيب. لماذا لم دكتور يبرموا عقد مع كرار خلال هذه الفترة بعد أن ترك نادي الشرطة؟ طيب، اذا ايضا انه شكرا لتوضيحك هذه الامور دكتور رضوان الكندي رئيس الهيئه الاداريه لنادي النجف. انا اشكرك شكر جزيل وانطيتنا من وقتك، واعرف انه انت كلش مشغول وعندك اجتماعات بالنسبه لصحه النجف. تحياتنا لك وشكرا لك لتوضيح هذا الموضوع. وايضا نتمنى، انا اتصلت باداره نفط الوسط وقلت لهم انه حتى تبينون وجهه نظركم، لكنه رفضوا في الوقت الحالي، وهم بطريق تهدئه الاوضاع بين الناديين. شكرا لك دكتور رضوان. نذهب إلى طبعا فريق الزوراء، رفع من وتيرة استعداداته وتحضيراته للموسم المقبل. اليوم كاميرا برنامج هاتريك كانت متواجدة في تدريبات فريق الزوراء اللي حضر بجميع لاعبي، وأيضا تم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لفيروس كورونا. أيضا اللاعبين تم إجراءهم إجراء المسحات وأيضا قياس درجة الحرارة، وأيضا هناك حتى بالتدريبات حسب كلام المكتب الإعلامي لفريق الزوراء بأن هناك تباعد اجتماعي حتى مثل ما جاي تلاحظون في التدريبات. إذا نتابع مجموعة من التصريحات لكادر التدريب واللاعبين لفريق الزوراء. الوقت لا يسعفنا، لأنه عن
عن انطلاق الدوري إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وبحساب الوحدات التدريبية ليس بحساب الأيام، يمكن بحدود 28 أو 30 وحدة تدريبية عن موعد الدوري اللي هو 25/10، ومقارنة بالراحة السلبية الكبيرة لأول مرة اللاعب العراقي يأخذ راحة سلبية يعني لمدة 6 أشهر ولا ربما تجاوزت 6 أشهر، هذا يعني يجعلنا أنه مضطرين أن نبدأ من الصفر ومرحلة إعداد عام ومرحلة إعداد خاص إضافة إلى حاجتنا للمباراة التدريبية. لا أعتقد في ظل هذه الظروف وفي ظل هذا الوقت الضيق أنه سنصل باللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة أو المثالية اللي نأمن من خلالها أنه اللاعبين قادرين إن شاء الله يعني أن يقدموا مستويات فنية جيدة، وبالتالي أن حتى نحميهم من الإصابات. ولذلك نعول تكلمنا والأخوان بالإدارة جادين إن شاء الله وعدونا أن يوفرونا معسكر 15 على أمل إجراء وحدتين تدريبية صباحا ومساءا. أكيد مثل ما تعرف بعد توقف الدور العام الماضي والغائه، فرجعت الفرق، صار هذا الأسبوع الثاني إنه بدينا بالتمارين، فالاستعداد استعداد جيدة. أكيد نادي الزوراء استقطب بعض اللاعبين خبرة والشباب، نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يوفقهم هكذا لاعبين في نادي الزوراء. أكيد نادي الزوراء هو مثل ما تعرف صاحب إنجازات كبيرة في الدوري العراقي. كل اللاعبين عازمين على تحقيق لقب هذا الدور إن شاء الله. الكادر التدريبي جاي يطلع على كافة اللاعبين على لياقتهم، وإن شاء الله مثل ما قلت لك استعدادات جيدة لنادي الزوراء، وننتظر معسكر إن شاء الله خارج البلد. استعداداتنا جيدة الحمد لله، يمكن بعد التوقف اللي دام أكثر من 6 أشهر 7 أشهر عودنا تدريبات، إن شاء الله نكون أكثر جاهزية بداية انطلاقة الدوري، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور وعند الكادر التدريبي، وإن شاء الله نكون رقم مميز بهذا الدوري إن شاء الله. إذن كل التوفيق لفريق الزوراء. آخر مادة أخذها قبل لا أنتقل إلى محور حلقتي لهذا اليوم، الكابتن عماد محمد مدرب منتخب الناشئين صرح لبرنامج هاتريك حول موعد العودة، موعد عودة تدريبات منتخب الناشئين خلال الأيام المقبلة، وأيضا هو قال قرار مرهون بالهيئة التطبيعية. خلنا نتابع التصريح. كابتن، بعيد عن الرابطة، منتخب الناشئين منذ فترة منقطع عن التدريبات، عندكم استحقاق قريب بتدريبات متى تعود؟ تعرف احنا حالنا حال كل العالم وحالنا حال الانديه العراقيه اللي توقفت نشاطاتها. اكيد احنا طبعا بعد توقف النشاطات خلينا منهاج للاعبين التدريب عن بعد، وهذا صار يعني عن طريق تسجيل بعض التدريبات للاعبين وارسالها انه عن طريق جروب بالواتساب. خلال ال5 أشهر ما انقطعنا او ال6 أشهر ما انقطعنا من التدريبات الفرديه، وحتى ممكن دخلنا بتدريبات يعني ثنائيه او ثلاثيه ما بين اللاعبين، والبطولات جميع البطولات الآسيوية أو البطولات العربية أو بطولات غرب آسيا هي تأجلت إلى شعار آخر يعني من قبل الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. فنتمنى خلال الفترة القادمة بعد عودة النشاطات للكرة العراقية ومزاولة الأندية نشاطاتها، وأيضا إحنا تكون لنا جلسة مع التطبيعية من أجل أنه نعود إلى التدريبات. إحنا قبل شهر قدمنا من رؤية عمل خاصة بينا كمنتخب ناشئين إن شاء الله المستقبل، قدمناها للاتحاد وننتظر الاتصال من قبل اللجنة التطبيعية. هذا كان تصريح الكابتن عماد محمد، كل التوفيق لمنتخب الناشئين. قبل تقريبا يومين أو 3 أيام طرحنا موضوع جدا مهم، وحصلنا من مصادرنا الخاصة على أنه هناك تحرك من قبل الهيئة التطبيعية لتوجيه كتاب إلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لحالة عدد من أعضاء اتحاد الكرة السابقين طبعا بعد أن قدموا استقالاتهم إلى النزاهة وإلى ديوان الرقابة المالية. هذا الموضوع طبعا في وقتها تم نفيه، وايضا تم انه اتصلنا بالهيئه التطبيعيه وبلغونا انه ماكو هيك قرار، لكن احنا متاكدين من مصادرنا 100%، وهذا الموضوع جدا مهم في هذه الفتره. وليش تم هذا الموضوع بعد ان تم تسويه جميع الامور بين الاتحاد السابق والسيد وزير الحالي سيد عدنان درجاح؟ خلينا نتابع هذا التقرير اللي عدى زميل علي نوري، وبعدها راح ارجع وياكم. استقاله جماعيه لمكتبه التنفيذي مقابل ان يتم سحب وخلق وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية وإغلاق هذا الملف نهائياً.
السابع عشر من كانون الثاني الماضي كان لحظة مهمة في تاريخ الكرة العراقية، يوم قدم اتحاد الكرة استقالة جماعية من العمل بعد مرحلة من الصراع المثير بين هذه المؤسسة وبين المشتكي حينها عدنان درجال. منذ ذلك الحين خف الضجيج وهدأت العاصفة، وقرر الفيفا تشكيل هيئة تطبيعية تأخذ على عاتقها ترتيب أوضاع البيت الكروي في العراق، تقود العمل الإداري وتعديل كثير من الممارسات الخاطئة وصولا إلى الانتخابات الجديدة. وبحسب ما قيل حينها فإن تسوية قد حصلت بين اتحاد الكرة المستقيل وبين عدنان درجال في أربيل سفرت عن التوصل إلى اتفاق نهائي، وضعت الاستقالات الجماعية بموجبه. وكثر الحديث حينها عن إن واحدة من أهم بنود التسوية هي عدم فتح أي ملفات سابقة، وهو ما تمت الموافقة عليه، حيث ذهب المتخاصمون كل إلى طريقه وانتهت جميع الخلافات والاختلافات، وأزدل الستار على حقبة يقال عنها إنها جلبت الويلات والانكسارات إلى الكرة العراقية. ويبدو أن الثبات الذي حصل خلال الفترة الماضية هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وخصوصا بعد المعلومات التي تشير إلى أن ديوان الرقابة المالية قد زار مقر اتحاد الكرة مرتين، بل اتخذ مؤخرا أحد الغرف الخاصة ببناية الاتحاد العراقي مقرا له. التسريبات تقول أن ديوان الرقابة المالية قد وصل إلى اللمسات الأخيرة من عمله، أنه قد حصل على كثير من الملفات التي قد تدين اتحاد الكرة السابق، وخصوصا بما يتعلق بالأمور المالية والإدارية. خلاصة القول تؤكد بما لا يقبل الشك أن حرب الملفات بين التطبيعية واتحاد الكرة قد بدا نذيرها، وأن الطبول ستقرع قريبا جدا، لا سيما بعد ورود المعلومات الكاملة لسقوط اتحاد الكرة السابق التي تفيد بقرب إرسال التطبيعية الملفات إلى هيئة النزاهة للنظر فيها والتحقيق بشأنها. اهلا بكم من جديد، ارحب بضيفي في الاستوديو السيد فالح موسى، امين سر نادي الصناعه وعضو الاتحاد العراقي السابق لكره القدم. اهلا وسهلا بك استاذ فالح. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والحمد لله على سلامتك، مبارك لكم هذا البرنامج، والرحمه والغفران على جميع من فقدناهم، والصحه والسلامه للمصابين بجائحه كورونا. ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع والرحمه لجميع من فقدناهم في الفترة الماضية. خلابدي وأيضا رح ينضم طبعا معي تباعا زميل الصحفي عمار ساطع من أربيل في حال جاهزيته. تم طيب الآن ينضم معي أيضا في حال تم تأمين الاتصال. طيب أبدأ مع السيد فالح موسى. أستاذ فالح، الأخبار إحنا بديناها، وصلتنا معلومات قبل 3 أيام بأن هناك زيارة قام بها عدد من موظفي ديوان الرقابة المالية إلى مقر اتحاد الكرة، وتم سحب سجلات خاصة تتعلق بديون أو بسجلات مالية بمصروفات، ما أعرف شنو هاي السجلات بالتحديد اللي تم أخذها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية تحية لحضرتك وجميع اللي موجودين بالاستوديو. طبعا ديوان الرقابة المالية الاتحادي من حقه أنه يراجع حسابات أي مؤسسة أي دائرة مرتبطة سواء كانت أمور إدارية أو مالية، هذا يعني مسألة جدا طبيعية. الأندية والمؤسسات والاتحادات تخضع لديوان الرقابة المالية الاتحادي بشكل الأصولي، وبالتالي بعد نهاية يعني تدقيق كل الأوليات اللي موجودة تسجل ملاحظات، سواء كانت هذه الملاحظات مالية أو إدارية، وبالتالي تتخذ القرار المناسب بصددها. لكن اليوم حضرتك تتكلم وأنا أتكلم والأخ علي نوري يتكلم وغيرهم يتكلم، يعني الكلام اليوم احنا بالنسبه لنا ما عندنا شيء مثلا احنا خايفين منه مثلا من خلال عملنا الماضي،
ولا احنا متاكدين انه هل المعلومات هذه حقيقيه او غير حقيقيه، بالرغم طيب. من انه انا اكدت في بدايه كلامي بانه من حق ديوان الرقابه الماليه يراقب كل الاموال المستلمه من قبل الجميع، ما دام اموال الدوله من حق الرقابه اللي الجهه الاعلى بالرقابه تراقب هذه لكن المفرده اللي موجوده ضمن التقرير انه هل من حق ديوان الرقابه الماليه اخذ هذه المستندات الى خارج المؤسسه وتدقيقها وبالتالي اختيار ما يناسب لعملهم؟ انا اعتقد زين، انا المعلومه اللي وصلتني هم جوي مرتين، المره الاولى ما اخذوا اي ملف وياهم، نعم. وتم انه قالوا لهم انه خلص هاي الملفات موجوده عندكم، طلعوا وهناك اتصال هاتفي اجاهم قال لهم رجعوا اخذوا الملفات. انا حسب اللي اعرف بانه طبعا الاخوان اللي موجودين بالمكتب التنفيذي بالاتحاد قصدي يعني امانه السيره والامانه الماليه يعني ناس منفذين لقرارات الهيئة التطبيعية، أنا حسب المعلومات اللي عندي بأنه الأخوان باللجنة التطبيعية رافضين أنه الملفات تطلع من مقر الاتحاد زين. وإنما يعني إذا يريد يصير تدقيق يجب أن يكون التدقيق داخل الاتحاد بحيث أي استفسار أي طلب لمعلومة أي طلب لوثيقة ممكن أنه القسم المالي والقسم الإداري موجودين يعززون والاستشهادات اللي يطلبها ديوان الرقابة المالية. الشيء اللي تذكره حضرتك أنه الآخرين أو تليفون آخر إجي هذا احنا عندنا معلومات عن هذا الموضوع. هذا يعطيك شنو؟ ما انا قلت لك ماكو دخان بدون انا شغل يعطيك يعني هذا الموضوع هو صحيح اكو وفد من ديوان الرقابة المالية زار اتحاد الكرة والتقى بالأمين المالي السيد كامل عداي وأيضا كان متواجد السيد محمد فرحان أمين السر الهيئة التطبيعية وكانوا متواجدين بس ما تم تسليمهم أول مرة الملفات. نعم. بعدها اجى اتصال هاتفي رجعوا ثاني يوم أو ثالث يوم رجعوا أخذوا الملفات. هذا يعطيك دلالة على أنه القرار ليس قرار التطبيعية. هذا ما اليوم شائع بالوسط الرياضي بأنه الهيئة التطبيعية بشخوصها المحترمين جدا بالنسبة لنا انه يعني القرار مو قرارهم اللي هم ينفذوه على ارض الواقع وانما زي. هناك جهه اعلى من عندهم ممكن انه تصدر هذه الاوامر وهذه حقيقه. هذه المعلومه ايضا موجوده مو فقط عندي وعند الاتحاد السابق وانما عند جميع الانديه والاتحادات اللي موجودين والوسط الرياضي والاعلام يعرفون انه هناك سطوه موجوده من خارج الهيئه التطبيعيه باتخاذ بعض القرارات اللي تخدم مرحله معينه لشخص معين يعني واضح اليوم انا ما اريد اسمي الاسماء لكن هي اليوم من هي الجهه لا لازم تسمي الاسماء اليوم مسمياتها انا اليوم اعلامي انا جزء ما اذكر اسم اليوم لكن انت اليوم ضيف لازم تذكر اسم استاذ داوود من اليوم صاحب المصلحه في اثاره مثل هذا الموضوع انت لو تلاحظ حضرتك اعلامي واكيد تراقب وتدقق بهذه الامور كل إثارة أو كل موضوع يصير به ردة فعل من الناس اللي هم خارج منظومة كرة القدم حالياً وأقصد التطبيعية أو وزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت ثاني يوم يصير ردة فعل باتجاه آخر نريد نقول الرسالة اللي نوصلها إحنا أولاً إحنا حرام لا تصير من سلطان لا تخاف طيب بالنسبة لنا سيد كامل صغير إحنا أنا أكرر هذا الكلام بالنسبة إن البين على من ادعى في هذا الموضوع إذا كانت أكو أمور موجودة وحقيقية ما نريد احنا ننزه الناس اللي هم عليهم شبهات اليوم العمل ممكن يصير به خطا لكن هذا الخطا بخبره ديوان الرقابه الماليه الاتحادي يعرفون هل هو هذا العمل مقصود هل هذه الاموال اللي صرفت في هذا الموجود مستوفيه لشروط صرفها هل الاوامر الاداريه اللي صادره هل هذه الاوامر الاداريه هي حقيقيه ام غير حقيقيه طيب. اكو معايير مهمه عند ديوان الرقابه الماليه وما اريد اقول انا لا سامح الله انه حتى ديوان الرقابه الماليه الاشخاص اللي معنيين بالتدقيق ممكن يتاثرون بقرارات الاخرين وهذا استبعده لانه هذا الديوان هذا جهة مستقلة لا تخضع للابتزاز ولا تخضع لإملاءات طيب. الآخرين كلامك جميل أنت تعرف أي سنة أخذوا أي سنة السجلات 18 و19 أي عنا نعلم 18 يمكن زين. تقريبا خلصوها أعتقد خلصوا 18 يعني مسألة زين أنتوا عندكم علاقات حتى بالديوان لا مو ديوان الرقابة المالية واصلين يعني تعرفون خلصوها هذا الأمر مثل ما حضرتك كإعلامي تتطقص وتسأل في سبيل أنه تطرح معلومة لكن مو بالضرورة أن هذه المعلومة اللي تطرح حضرتك أو أي واحد آخر بمجال الإعلام أو بمجال آخر هي صحيحة شو وقت تصير صحيحة؟ يعني أنت تتوقع إذا أكو خلاف بين الهيئة التطبيعية أو أعضاء الاتحاد السابق وأكو أمور غير
جيدة زين غير نظيفة في عمل الاتحاد السابق، هل مثلا ينتظرون أنه أكو مثلا يعني ينتظرون هذا الوقت الطويل في سبيل أنه يردون يساوون الأمور، بالرغم من أنه البيان اللي طلعته حضرتكم اللي يتكلم به السيد محمد خلف في بداية الأمر أشار إلى أنه تسوى جميع الأمور، لكن رغم هذا إحنا كأشخاص الأمور المالية ما نقبل تسوى إذا كان بها خطأ وإن كان على أعضاء الاتحاد، لأنه لا يمكن لشخص يرتضيها نفسه والضمير وأمام الله سبحانه وتعالى أنه هو متصرف تصرف سيء بمال عام وهو مؤتمن على هذا المال، وتجي تلزم المستمسك والدليل على أنه هذا متصرف بما بغير الضوابط اللي معمول بها وغير الأسس اللي ممكن أنه يصرف هذا المال على أساسه. لا، كنا أنتم كإعلام وإحنا المتحدثين نفسنا نقول يجب أن يدان هذا الشخص، لكن أنا اليوم أستخدم ورقة ضغط على هذول الناس مجرد اريد انا ابعدهم عن الوسط الرياضي، مجرد اريد زين انا أبعدهم. هاي النقطه، هذا مو التفاف على التسويه اللي انتم قمتوا بيها. شوف، وهل يعلم ترى اغلب الشارع الرياضي اليوم، الجمهور اليوم من حقه يعرف شنو التسويه اللي صارت. احنا حاضرين بصراحه، احنا حاضرين. هسه جوزان يعرفها، انت تعرفها، علي النور يعرفها، احمد سعيد يعرفها، بس تراكو الجمهور ما يعرف شنو التسويه اللي صارت بينكم وبين الكابتن عدنان درجات. اليوم احنا بس حتى اوصل لك نقطه مهمه، بغض النظر عن المسميات، سواء كان السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أو شخصكم أنتم كاتحاد، هو كان طرف. كاتحاد أنتم اليوم تهمنا مصلحة الكرة العراقية فوق كل شيء. أكيد. شنو التسوية اللي صارت بالأمور؟ أوضح لك. أعطيني إياها للجمهور خلي يعرفوا حتى طبعاً ليش انفتحت هسه الملفات. طبعا هذا الموضوع يثار بين فترة وفترة. هو وفق الوثيقة اللي تم توقيعها في أربيل في تاريخ 9 أعتقد. كنت بارحة محمد السيد محمد عنده بالموبايل وثائق. الأوراق أنا كان سحبتها وجبتها. المهم الوثيقة واحدة من النقاط اللي هي النقطة السادسة تتطرق إلى موضوع محكمة كاس. طيب. والتسوية المالية اللي يجب أن تكون من خلال محكمة كاس. يعني تعرفتي أكو 3 قضايا مرفوعة من قبل السيد عدنان درجال في وقتها على الاتحاد. وموجودة ملفاتها في محكمة الكاس. في وقت آخر بعد قرار التسوية اللي موجودة، النقطة السادسة شو تقول؟ النقطة السادسة تقول من ضمنها يجب أن تكون هناك تسوية لقضايا المرفوعة من قبل السيد عدنان درجال في محكمة الكاس. طيب. وفي حال عدم إجراء هذه التسوية أو إقامتها يعتبر الاتفاق كله لاغي، بما فيها استقالات الاتحاد. بما فيها استقالات الاتحاد. راحت بعد راحت. أنا مو أنا أجيك التدريب خليني أستعرض. أنه إحنا ليش قبلنا الاستقالات تروح مالتنا؟ إحنا هذا البيان وهذه المعلومات اللي موجودة 6 فقرات، هذه قريناها، إحنا ما قريناها بالبداية. هذه قريناها بعد أن أرسلنا الاستقالات مالتنا، وحتى النسخ أستاذ داود حتى هم يعرفون العالم. إذا أقرأ لك أنا الآن المسودة مالت اللي كتبتها بخصوص الاستقالة تختلف عما راحت للاتحاد الدولي. تختلف، لأنه إحنا الاستقالات مالاتنا عد من ودعناهن عد السيد عباس عليوي رئيس لجنة الشباب الرياضي بالبرلمان، وقلنا هذن يتم الاحتفاظ بهن لحين تنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقية. بنود الاتفاقية من ضمنها التنازل عن الشكوى اللي مرفوعة بمحكمة ضد صباح رضا ضد علي جبار والسيد عبد الخالق مسعود والسيد علي جبار، إضافة للتنازل عن قضية السيد زين صباح رضا وستار زوير ووليد طابرة، ذكرت اسم وليد طابرة مداخلة بهذا الموضوع. قضية واحدة مشتركين بها 3 أشخاص صح؟ اللي هم دكتور صباح، ستار زوير، السيد وليد طابرة. 2 انسجنوا قبل استقالة الاتحاد. 1 بعد استقالة الاتحاد عدم كفاية الأدلة طلع. زين، هي قضية واحدة. ليش هنا الأدلة ثابتة؟ ليش هنا الأدلة صارت ما موجودة؟ ما موجودة ليش؟ ليش الغاية الأساسية من الاستقالة حصلت بعد ما كنت أنا أجيب سين وصاد أنه أوديه بطريق آخر؟ هذا ما هذا نقطة. هذا العرفة أنا هسه اللي أريد ليش بنفتح هسه هاي الملفات بالتحديد والتسوية اللي صارت نقاط التسوية هسه من ضمنها قبل موافقة الاتحاد الدولي على استقالتنا. طبعا كانوا اللي اعترضوا في وقت تتذكر حضرتك، احنا 4 اعترضنا وقدمنا كتاب للاتحاد الدولي وحتى وكلنا محامي على سحب الاستقالات مالتنا. ليش؟ بعدين تبين لنا بأنه هناك من يريد أن يسوي تسوية مالية حسب ادعاء أو حسب قول الإخوان الآخرين بأن هناك 700 مليون
700 مليون مصروف على قضية محكمة الكاس. أنا أريد أسأل لحد هذه اللحظة شنو القرار اللي صدر من محكمة الكاس بثلاث قضايا؟ تم تجميد هذه القضايا الثلاثة في لحظة ما حد يعرف ليش تم تجميدها، وفي لحظة أخرى ممكن أنه أجي أحركها وأريد أخذ المبالغ اللي صارفها. صارت بال 2011 عندنا قضية محكمة الكاس في زمن السيد ناجي حمود، تتذكر؟ أتذكرها. اطوا أتعاب المحاماة بعد أن كسبوا القضية، اطوا محكمة الكاس جت بكتاب رسمي قالت أنه المبالغ المترتبة على الاتحاد هلقت. أتعاب شنو؟ محاماة. زين. ضمن التسوية هسه زين. أوكي كمل هاي مال المحكمة. أنا أروح، أنا اليوم أروح كأعضاء اتحاد سابق، أروح أنا أدفع وأسوي تسوية ب 700 مليون على شنو؟ على الاستضافات. على أنا أسجيك على الاستضافات، على الفنادق، على تذاكر السفر، على الجيش الجرار اللي راح لسويسرا واشتكى على الاتحاد. أنا أتحمل مسؤولية الاتحاد وبالتالي تجيني النزاهة تحاسبني على هذا المال المصروف. إحنا سوينا أعضاء الاتحاد وهذا موجود، الوثيقة عندي وأشوفك إياها. سوينا كتاب إلى السيد رئيس الاتحاد قبل شنو؟ قبل أن تجي موافقة الاتحاد الدولي على قبول الاستقالة. سوينا وقعنا أنا وغالب الزامل، سيد غالب الزامل، السيد علي الأسد، السيد يحيى كريم، السيد يحيى صغير، بعد ما أدري منو هسه أشوفك. المهم ستة يمكن وقعنا على بيان وطينا رئيس الاتحاد، أخذناه صادر، أخذناه وارد، بعثناه للاتحاد الدولي وبعثناه للمحامي السيد نزار. أعلمنا بأنه إحنا أعضاء الاتحاد غير مسؤولين عن أي تسوية مالية تحصل، لأنه إجانا خبر أنه بعد تقديم استقالتنا قبل ما تجي الموافقة من الاتحاد الدولي صارت جلسات صارت، ما أقول لك الأشخاص منهم، صارت جلسات، أنا أعرفهم، صارت جلسات للتسوية، أنا أعرفهم، من ضمنها الوزير السابق، من ضمنها السيد عدنان درجال، من ضمنها السيد علي جبار، من ضمنها السيد إياد بنيان، من ضمنها السيد عباس علياوي، كلهم قعدوا رادوا يقول مخرج للمبالغ اللي مصروف، لان الكاتب عدنان درجال يقول لك انا صارف مبالغ، بس انت صارف مبالغ مو كلها على المحكمه، صارف مبالغ باتجاهات اخرى. احنا ليش اليوم احنا نجي نريد؟ احنا سوينا، حمينا نفسنا بهذه الوثيقه، دوناها وحفظناها بالاتحاد، ارسلناها للاتحاد الدولي وارسلناها للمحامي، اصبحت وثيقه من وثائق اللي موجوده بمحكمه الكاف. اليوم ليش تثار هذه المواضيع؟ في 5/2/9 تم ارسال كتاب من قبل الهيئة التطبيعية زين إلى محكمة الكاس يشعروهم بأنه السيد نزار أحمد أصبح غير معني بالتوكيل في محكمة الكاس بالقضايا اللي بين السيد عدنان درجال وبين الاتحاد العراقي. زين هاي من حقه اسمعني هاي من حقه التطبيعية اسمعني ونخول السيد أياد بنيان لاستلام المراسلات فيما يخص قرار محكمة الكاس. بس اسمعني الأخوان بالتطبيع ايش يقولون؟ احنا موظفين شنو؟ منين موظفين؟ الاتحاد الدولي، موظفين الاتحاد الدولي. هل يعقل موظفين الاتحاد الدولي يستلمون ويترافعون طيب بقضيه هي طيب قضيه بين اتحاد سابق وبين شخص؟ انا هسه اجيك، هسه اجيك النقطه. شوف هسه اتخذتني رحت وديتني على فلان موضوع، وانا ما انا جاي اقول لك التسويه بيها تسويه ماليه. لا التسويه لا اللي انتم وقعتوها وقدمتوا على ضوء الاستقالات ولا دينار سوينا، والقعده اللي صارت ورا الاستقالات وراها اكو صار جلسه والمفروض تلغي كل الاتفاقيات بما فيها استقالة أعضاء الاتحاد، بما فيها استقالة أعضاء الاتحاد. إحنا هاي الوثيقة لو إحنا مكتشفيها، هاي الوثيقة لو إحنا اللي موقع عليها السيد عدنان درجال والسيد عبد الخالق مسعود والسيد أحمد رياض العبيدي والسيد طلع يا هي هاي اللي ورا التسوية اللي صارت. أستاذ فالح وقع عليها من هو؟ السيد آخر واحد السيد عباس حليوي. هاي اللي صارت الجلسه هذه الاتفاقية في أربيل. في أربيل احنا هاي الموثقة ما تدرون بها. هاي احنا تكلمنا شلون انا قاعدين وياك نتكلم باطار عام، بس صياغه المسوده بهذه الطريقه. بس انتوا عندكم علم، عندك علم التسويه؟ تسويه اي عندك، عندك علم بها؟ لا كل اعضاء الاتحاد عندهم علم بالتسويه الماليه. استاذ فالح عن المعلومه اللي عندي كلكم تعرفون. بس اسمعني احنا حاجيها هيك قاعدين على ورقه، قاعدين تتغدون، قاعد تعشون. صار خلاف كبير في عند ما طرح هذا الموضوع في أربيل، أنا كنت موجود. السيد علي الأسد يعترض على هذا الموضوع وإحنا اعترضنا على هذا الموضوع. طيب. إن إحنا غير معنيين، إحنا المعنيين بكاتحاد في حال كسب السيد عدنان درجال للقضية في محكمة الكاس نصبح إحنا مقصرين. وعلينا بالتالي مثل ما صار بال 2011 أكو تبعات مالية على الاتحاد، أم تصير تبعات مالية على الاتحاد؟ لكن كذا هاي التبعات المالية؟ هل المبلغ المصروف من بداية القضية لمدة سنة ونص أو سنتين أنا أتحمله؟ يعني
وانا شنو ذنبي؟ وانا شنو ذنبي؟ يعني انتم قصدكم هنا انتم بس تريدون تعطون مالت ما نطي اتعاب هو محكمه الكاس فاذا صارت القضيه ضدكم استاذ داوود هو القضايا لمحكمه الكاس القضايا لمحكمه الكاس من انه ليش توقفت؟ هسه ما واحد يسال ليش توقفت قضايا محكمه الكاس؟ ليش توقفت؟ توقفت ما بيها نتيجه وبالتالي واحده من القضايا اللي كانت موجوده بمحكمه الكاس وين نقلت؟ نقلت للمحاكم المحليه وهذا مخالفه هذا مخالفه بالنظام الاساسي وين تروح الخلافات اللي موجوده بين اعضاء كره القدم الى محكمه محكمه الكاس ماكو محكمه داخليه مختصه بشؤون وراحوا ذول الناس هسه انا ما اريد ارجع لك الحكم هو الحكم هذا كان صح دخلت به اطراف احنا من ضمن الاستقاله اللي ذكرت عليها احنا ايش كاتبين بالاستقاله زين. خوفا من تعرض اعضاء الاتحاد خلي يسمعها الجميع خوفا من تعرض اعضاء الاتحاد لما تعرض اليه السيد صباح رضا والسيد ستار زوير قدمنا استقالتنا هاي انتوا رساله جاي تقولون للفيفا ما ياخذوها انتوا لا لا اسمعني هاي بهاي الرساله تقول خوفا ما تعرض له اعضاء الاتحاد انت جاي تقولون للفيفا يعني ترى اكو تدخل واكو تهديدات ليش الاتحاد الاتحاد الدولي ارسل رساله تهديد للاتحاد الايراني وراد يوقف كره القدم الايراني على شنو ذاك اليوم على عقد مال المدرب على عقد مال المدرب قال له ما يحق لكم انتم تتدخلون بالعقد مال المدرب هو ما درب ولا يوم وراد استحقاقاته على شنو قال له ليش قال له ما تتدخلون لعد احنا ينسجن امين سر وينسجن رئيس لجنه الاستئناف واعضاء الاتحاد رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد معرضين انه يسجنون وعليهم محكمه جنائيه والاتحاد الاسيوي حاط ايد على ايد هو كان جزء من هذا الاتحاد الاسيوي هذا جزء كان هو الاتحاد الاسيوي جزء من هذا الموضوع لخلاف تصريحك هذا يمكن يؤديك الى الحرمان ترى لخلاف بين السيد عبد الخالق مسعود والسيد رئيس الاتحاد الاسيوي على شنو؟ تتذكر من راضي يحرمون انه اقامه مباراتنا مع كمبوديا في البصره صح الاتحاد الاسيوي نقل المباراه تذكر من صارت ضجه واعلام وجت لجان السيد عبد الخالق مسعود قال انه اما تصير هنا وحتى قدم استقالته في وقته قال انا اعتذر عن استمرار كعضو مكتب التنفيذي هذا الامور هاي الامور كلها وضحت لي ارجع لي على الامور الماليه نعم. ليش اليوم هذا التوقيت بالذات تم ارسال فريق من الديوان الرقابه الماليه للتفتيش زين ليش اتخذوا غرف انا حسب اتصال السيد عبد الخالق انا سالت السيد عبد الخالق مسعود قال لي ديوان الرقابه الماليه عنده غرفه احنا منطيهم غرفه من زمان من زمان منطيهم غرفه ويجون يدققون الحسابات لازلت انا اقول انا امين سر نادي الصناعي كل ما تخلص سنه تدقيق سنه ماليه يجونا يطلبون الاوليات نفرغ لهم غرفه بالنادي وياخذون كل الاوليات اللي تخص هذه السنه شقد 16 17 18 ياخذوها كل الاوليات عندهم واحنا موجودين يبقون يستفسرون من اي حاله مثلا يردون تاكيد هذا الامر ليش؟ هذا المبلغ ليش انصرف؟ هل انه السلفه او هل انه المستمسكات زي. اللي موجوده بهذه السلفه هي مستوفيه للشروط او غير مستوفيه؟ ويسجلون الملاحظات اخر شيء من يخلصون شو يسوون؟ يسجلون ملاحظاتهم يعطون الاوليات مالتنا والكتب الرسميه والسجلات ويسجلون الملاحظات ياخذوها وين؟ يعدوها ويصيغوها بصياغتها النهائيه ويدزون لنا تقرير عن 2016 عن 2017 انتم جاوبونا احنا عندنا ملاحظات جاوبوني هذا هل الامر اليوم صار بهالطريقه هاي او زين. انه انا مجرد اليوم احنا حتى اعضاء عم اذا على الانتخابات خلي اقول لك اياها ولا واحد عنده رغبه من اعضاء الاتحاد يرشح اليوم شنو الاجواء المناسبه للترشيح اليوم شنو على شنو انا ارشح وانا مثلا مستقبلي اتخوف اليوم واحد في موقع مسؤوليه ممكن يجي زين طيب كلما جاءت امه لعنت من قبلها هذا موجود يجي رئيس وزراء حالي يشتكي من فساد الوزير رئيس وزراء سابق يجي اللي قبله يشتكي من حكومه سابقه ويجي وزير يشتكي من زين. وزير واحنا اليوم ما دام دخلت السياسه في الرياضه وهو هذا الواقع فعلا اللي يعني اليوم اللي يقودون الرياضه سياسيين وليس رياضيين سياسيين واكو حتى ناس دخلاء على كره القدم يقودون كره القدم لذلك انا استاذ داود اكو ردة فعل اكو ناس تعرفهم كل اكو ردة فعل من الاعلام التابعون انتم ناس منصفين وتتابعون واكو ردة فعل من الاتحادات واكو ردة فعل من الانديه حتى اليوم القوانين اللي جاي تسن وتشرع بالنسبه للانديه والاتحادات الرياضيه وين جاي تروح الانديه وين جاي ياخذوها باتجاه منه ما يصير يا اخي اليوم انا اسن كل شيء لان انا اليوم موجود بالسلطه وبالتالي اجيب جميع من يعمل بالمجال الرياضي وياي طيب يصير طيب هذا الملف انفتح بوجهة نظرك من وجهة نظرك هذا الملف راح ينفتح او راح ينفتح خلال الايام المقبله لابعادكم عن الترشيح للانتخابات لا 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 اول شيء احنا ما خايفين اول شيء وانا قلت لك بالنسبه لنا ما خايفين واذا كان اكو تقصير فالمقصر ياخذ عقابه هذا خصم الكلام احنا ما خايفين واذا اكو تقصير
فالمقصر هو يعني احنا نعمل 12 بمؤسسه كنا مقصرين شباب عمار ساطع اذا جهز اذا كنا مقصرين والله حش سامح حش ما اقول الكلمه يطبنا طوب اذا كنا مقصرين وبالحق واذا كنا ما مقصرين او واحد من عندنا او اثنين او ثلاثه مقصرين شنو ندافع عليهم احنا ندافع عليهم ندافع على اللي ماخذ شيء بدون استحقاق لا والله ما ندافع بس اليوم انا اجي ابتزك واخليك ما مرتاح وعليك اليوم بس هاي مو ابتزاز اليوم هاي اوراق رسميه موجوده عندكم وانا ايش قلت اذا هي مال سنه 2018 و2019 اجتي راح تروح اليوم ديوان الرقابه الماليه اخذوها وراحوا راح يدققون بها اذا اكو بها خروقات ماليه اداريه المخطئ راح ياخذ جزاء هو شنو الخروقات الماليه الله يخليك هي سلفه يطوها وثلاث ارباع الايفادات اللي تروح يداينون اعضاء الاتحاد رئيس الوفد اللي يروح يداين سلفة وبعدين من يرجع يطوه اياه وثلاث ارباع السلف نصهم مقطمه وما مكتمل هسه هاي كل الامور انتم لو بوقتها يعني مشتغلين على دوري ناشئين دوري شباب دوري عام دوري رديف دوري درجه اولى كان العالم ما تنتقدكم اليوم استاذ فلح انا خليني احكي لك اياها احنا لو نبحث اسباب لو نبحث الواقع الحالي اللي موجود عليه الان زين يعني هسه الواقع الحالي افضل من ذاك الواقع اللي كنت الان وينه هو كورونا فيروس وعالم قاعده بالبيوت واصابات لا مو هذا قصدي اليوم اكو موضوع انت حضرتك كثرتي والمعيد الاخ علي نور الصديق انت ما اعرف هاي كم مره قلت علي نور اهم شيء هو مو ما قاعد قبالي حتى يضل هو مجرد يوجه لا وما يوجه ما يوجه يعني يوجه من خلال الاعداد فيعني ما دام طرحتوا هذا الموضوع حتى لا تتشتت فكرتك وطرحك وتشتت اللي انا اللي جاي انت جاي اللي انا جاي اللي طيب. انا تعرف من اجي اسال مثلا شنو المواضيع اللي موجوده صح واليوم خصوصا اليوم اي واحد ممكن من تتحدث وياه بامور ماليه وامور اتحاد مستقيل واليوم اكو تقارب على السلطه يعني شوف واحد يتردد بس انا من واثق من نفسي والمعلومات اللي اقدمها اذا واحد يقول لي هاي المعلومات اللي انت تكلمت بيها
هو ما له حق. اذا صدر قرار محكمه الكاس ما له حق تدري هو حتى يتحمل المحاماه هو يتحملها هو يتحملها إذن نعتذر لكم مشاهدين عن هذا الخلل الفني ونكمل حوارنا مع السيد فالح موسى وأيضا نعتذر من الزميل عمار ساطع لوجود أيضا خلل فني في هذه الحلقة. أرجع وياك كنا نتكلم على هذا الموضوع. اليوم أنت من تحاسب على سين من المؤسسات، شنو الإجراء اللي تتخذ اليوم من البداية؟ استخدم صلاحياتي اللي تسمح لي بها القانون. طيب سمح لك القانون اليوم بها. نعم. اليوم أنت اليوم كعضو اتحاد وايضا امين سر لنادي نادي الصناعه وصار لك هاي كم سنه تعمل بالوسط الرياضي وايضا في عملك في اتحاد الكره، تعتقد اليوم انه من حق اليوم ديوان الرقابه الماليه مراجعه ملفات لاتحاد يعتبر وايضا من تصريحكم انتم في اكثر من قناه قلتوا احنا تابعين للاتحاد الدولي لا وما نسمح للحكومه تتدخل بعملنا؟ لا لا لا، هذا ديوان الرقابه الماليه مسؤول عن كل مؤسسات الدوله العراقيه في ارتبطت ما ارتبطت في اي مؤسسه اخرى. من حقه بفلوسك تمويلك عراقي زين، فلوسك عراقيه تستلمها من الدوله العراقيه. من يراقبك؟ هو انا مو اعطيك فلوس وروح امشي، اعطيك فلوس وروح، من يراقبك؟ من يراقب صرف حتى اليوم انديه المؤسسات التواصلها بالرغم انه الانديه تتمتع باستقلاليه ذاتي ومعنوي واداري ومالي، لكن اعطوا الصلاحيه للمؤسسه اللي ينتمونها من حقهم يراقبون المال العام اللي يستلموه من قبل هاي المؤسسه، فكيف ديوان كبير مثل ديوان الرقابه الماليه الاتحاد اللي هو من حقه يراقب كل اموال الدوله العراقيه اينما كانت، سواء اتحاد سواء نادي سواء مؤسسه سواء شركات، كل 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 كلها مسؤول، وبالتالي يعمل بما هم عندهم. طبعا هم عندهم اسس، عندهم ضوابط يعملون بها. صح هم ديوان الرقابة المالية من أصعب المؤسسات اللي تعمل في هذا المجال، تعمل في هذا المجال، ولا يمكن لا يمكن أنا متأكد لا يمكن بأنه هم مثلا يظلمون أحد من خلال، ليش ما يظلمون؟ يعني هم طيب يطوق ملاحظات، يطوق ملاحظات أما تجاوب، قعدتوا وياهم في الفترات الماضية أما تجاوب عليها بشكل دقيق زين وتقنعهم، أو أنه تبقى هاي الملاحظة قائمة عليك. طيب خل اخذ راي الجمهور في هذه الفقره، خل نتابع رايك. طيب الى كادر برنامج هادرك، اعتقد كان هناك تخبطات كبيره من قبل الاتحاد السابق وخاصه على مستوى اعداد المنتخبات وايضا على مستوى اداره الدوري بشكل جيد وايضا عدم وجود دوري رديف للشباب وايضا على مستوى الفئات العمريه. اذا اردنا انجاح المنتخبات وهذه الامور كلها على الهيئه التطبيعيه الاتحاد اللازم وتهيئة الأمور إلى الأفضل. البداية شكرا للاتحاد السابق على كل ما قدموا للكرة العراقية. احنا اليوم كجمهور وإعلام يعني ما عندنا فد شيء شخص وياهم، ولكن إخفاقات كثيرة، عدم تأهيل المنتخب الوطني، عدم تأهيل الفئات العمرية وتزوير واضح كان على جميع المنتخبات، وإنجازات كانت غير صحيحة في الفئات السنية. واحنا اليوم كجمهور وإعلام نطالب في ترك الاتحاد السابق وغلق ملفاته، وعندنا انتخابات جديدة ونتمنى أن يكون اتحاد جديد قادر على حمل اسم العراق عاليا. تحية طيبة لكادر برنامج هاتريك وللحبيب داود إسحاق. طبعا رأينا بالاتحاد السابق، الاتحاد السابق عبارة كان عن مقر واسم فقط، ليس لديهم حس فني، ولكن هذا الاتحاد جمل من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وغيرها من الجهات السابقة التي كانت تدعم ذلك الاتحاد. أما على الورق شنو إنجازات الاتحاد السابق مثلا؟ اليوم منتخب كمنتخب العراق، اليوم العراقي يعد من ضمن
أفضل الفرق العربية والآسيوية. طيب شكرا لجميع من أرسل فيديوهات بفقرة الرأي رأيك. إيش قد باقي الوقت شباب حتى طيب بثلاث دقائق أنا حتى أخذ ما راح ترشحون على الانتخابة؟ والله داود أنت من تريد تروح باتجاه لازم لازم الأرض يعني عندك واضح الطريق واضح الغايات واضحة الناس اللي تعمل في هذا الوسط لازم أنت تكون يعني مو مجرد أنه تريد تكون موجود في مكان وخلاص لا هسه حاليا أنا كل أعضاء الاتحاد إخواني عندنا تواصل مستمر كلهم ما عندهم الرغبة ما عندهم الرغبة على الوضع اللي موجود حاليا ما عندهم الرغبة على أنه يجون مرة ثانية هسه تستجد أمور أخرى في وقت سابق هذا طبعا كل من يعني طيب. استحقاق الشخص إلي بس هسه تقول لي كيف حاليا ما سمعت واحد يقول أنا أريد أروح أرشح ما طيب خل نتابع أبرز ما تم تناوله في برنامج هاتريك حول هذه القضية يا هي مو صحيحة يعني تسوية دارية ومالية احنا ما قلنا ولا قلنا تسوية مالية لأنه سلي ظن انت قلت اكو تسوية مالية كانت اي بس رفضناها اي بس رفضتوها بس هي توم توقيعها بعد لا ما متفقين على خلنا ناخذ السؤال لأنه احنا رفضنا والدليل على أنه المذكرة اللي سويناها احنا نرفض أي تسوية مالية ليش؟ هذا التسوية المالية لا ما نتحمل تبعات احنا قضايا موجوده في محكمه الكاس احنا غير معنيين بها احنا شنو دخلنا تعتقد انه هي هاي سبب مجيء ديوان الرقابه الماليه على هاي 700 مليون لو غيرها لا ايش عليها هاي فلوس هاي جديده هاي فلوس مصروفه بالمرافعات ومصروفه بالسفرات اللي راحت واللي صارت عن طريق السيد عدنان درجال ومن معه كان مو مصروف على الاتحاد هذه طيب. يعني مو مصروفه من قبل ناخذ نتيجه السؤال هل تؤيد عودة أعضاء اتحاد الكرة السابق وترشح في الانتخابات المقبلة؟ لا 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 منطيكم 20% نعم 80 أقول لكم لا ترجعون بعد ما نرجع يمرون أمر يمرون أمر آية زين شكرا لك السيد فالح موسى أمين سر نادي الصناعة وعضو الاتحاد العراقي السابق شكرا جزيلا لك لحضورك اليوم معي في برنامج هاتريك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك كابتن شكرا 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 لكم مشاهدينا ومتابعتكم هذه الحلقة نلتقيكم إن شاء الله يوم غد إلى اللقاء. We'll be right back.